انا لو نزلت مباراه من غير ما اكلمها احس ان في حاجه ناقصاني، والدتي يعني تربطني علاقه بوالدتي قويه جدا وبوالدي، يعني هما الاثنين بصراحه ما قصروش معايا في حاجه، وقفوا جنبي، ووالدي من كان واقف جنبي على الرغم من شغله وعلى الرغم من ان هو عايش بعيد، لكن يعني بصراحه الاثنين يعني وما خلونيش محتاج حاجه بكده بمنتهى الامانه، علموني كويس وربوني كويس. لكن زي ما الدكتور علاء قال ان اي شاب في حياته بيمر بمنحنى طبعا وببعض المشاكل، لكن فعلا اتكلم في جزئيه والدتي دي ان انا يعني ما ينفعش ان انا انزل مباراه من غير ما اكلمها وتدعي لي. يعني طب وعبد الله بيعمل زيك؟ عبد الله بقى يعني علاقته بوالدتي اقوى لا احنا شويه، عايزها تدعي لك اكثر منه. ما هو انا قلت بقى الفتره اللي جايه كده، يعني هي دايما محايده في البيت، يعني دايما يعني هم مش مايلين، يعني هم اهلاويه. هم كانوا اهلاويه في البدايه، تمام، عبد الله راح الزمالك فابتدى الموضوع يبقى 50% و50%. احنا عايزين 60 40، يعني كده 60 40. هو كان انت 60 40، انت الكبير. كان 60 40 لما كان عبد الله في المصري، او ممكن تقول ان كان 70 30 وعبد الله في المصري، لكن دلوقتي الموضوع اختلف. يعني يعني عايز اسالك سؤال بقى، مين احرف، انت ولا عبد الله؟ لا انا احرف من عبد الله بكتير. يعني كل اللي عبد الله بيعمله ده شو كده، لكن انت لا الاصل، شو انت هو عارف، انت المعلم الاصلي. لا هو عارف، هو حتى لما بيقعد يتكلم معايا بيقول لي يلا بقى عايز اتفرج على كرة حلوة بقى. وخد بالك سلام هو سلام. دايما يعني احنا يعني دايما انا بلعب في النادي الاهلي، فبتبقى الحتة بتاعت الزمالك دي بتبقى بالنسبة لنا كاهلاوية صعبة شوية، لكن وهو نفس الكلام. لكن لما يبقى عندك اخوك بيلعب في يعني نادي منافس في ليك نادي منافس ليك طبعا. بيبقى الموضوع صعب شوية. فطبعا على الرغم ان انا في فترة كبيرة جدا كان دايما الزمالك بيخسر، فكنت دايما يعني عبد الله يعني مش بتسيبه؟ ها، لا هو كان بيتلاشى ان هو يلاقيني في البيت، يعني هو كان دايما صالح موجود، ممكن يقعد شويه مع اصحابه، ممكن يتاخر شويه، لكن صالح موجود في البيت، هو جاي خسران دي انا ما بسيبوش في حاله. يعني طب ودلوقتي بقى، دلوقتي هو دلوقتي اتكلم معايا في جزئيه بقى خطيره هو مش فاهمها، يعني ان هو بيتمنى ان هم يقابلوا النادي الاهلي خلال الفتره دي. قال لي كده، قال لي ده نفسي نقابل كله الفتره بلاش. دي. خد بالك عبد الله، يعني قلت له خد بالك خلال الفترة اللي فاتت كلها، قلت له كان الزمالك في فترات كان ماشي بشكل كويس، وكان النادي الاهلي متراجع وكان في دروب كبير، لكن قلت له مباريات القمة دي تبقى مختلفة، ليها حسابات تانية، ليها جلسات تانية. اللعيبة دي بتقعد، تلاقي النادي الاهلي بتقعد في أوضة مقفولة حتى لو احنا خسرانين 100 ماتش، لكن مباراة القمة مباراة الزمالك بنعرف نقفل على نفسنا كويس. فقلت له خد بالك مش زي ما انت متخيل، يعني احنا لسه صغير يا عبد الله، مستحيل لسه قلت صغير له صالح. مستحيل هنظهر بمستوى انت شفته في مباراه معينه مثلا زي مباراه قمه. قلت له ف يعني خد بالك يعني.